اتفضل يا بيه، على قناة الزمالك الكابتن حمد عبد اللطيف. كله ده بعد كلام الوزير، دمر كل الإصلاح كله اللي اتعمل. بص الكابتن حمد عبد اللطيف على قناة الزمالك، بص أمير ومرتضى كانوا ناجحين في إدارة الزمالك، وباتشيكو لازم يمشي ويرجع كارديرون. جمهور الزمالك كابتن كله بيتكلم ان مطالبين ان اللعيبه تلعب، لعيبه الزمالك خامات كبيره. مع الكابتن سيف زاهر على اون سبورت، انا اسف. اسمع كابتن حمد عبد اللطيف كله طلع من الجحور يا بيه، كله طلع من الجحور. البريء هيبقى حرامي والحرامي هيبقى بريء. اتفضل. جدا جدا. كنت اتكلمت مع حضرتك قلت لي هناك مشاكل في المكتب بره الملعب، هناك مشاكل في الملعب. هل اللعيبه ليها علاقه بازمات الاداره؟ وهل يعني نادي الزمالك كان يعاني من ازمات مثلا من ديون او مشاكل، ولا الامور في الملعب مع اللعيبه؟ بص انا قلت لك يعني الاداره اللي فاتت المستشار مرتضى كان بيعرف يتعامل مع الازمات دي ومع الديون دي. ممكن تكون مثلا ناس فهمت وجهه نظري غلط، لكن هو كان بيعرف يتعامل مع الازمات والديون دي، كان بيعرف يتعامل مع اللعيبه. دلوقتي الناس اللي جايه اللي موجوده ناس محترمه قوي، بس يعني جايين في مشاكل كتير جوه النادي، لسه بيدوروا على النادي، على خبايا النادي، لكن الناس بتشتغل. لكن اللي كان بيدير كويس قوي المجلس اللي فات لازم يديله حقه، المستشار مرتضى منصور. ما كنتش بتسمع عن المشاكل دي، لانه ايه، انا بعتبر اتنين كانوا بيديروا نادي الزمالك، مستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور اشرف على الكره. اما حصل المشاكل اللي حصلت ابتدى الابعاد، الناس اللي لجنه. اتفضل يا بيه. والهاشتاجات شغاله دلوقتي وهجوم على الدولة. يعني أنا بس عايز أوصل للدولة رسالة، الوزير اتكلم فرجالة مرتضى منصور بعد كلام الوزير بيشتموا الدولة. يعني بص بيشتموا الدولة. واخد بال حضرتك؟ وبيشتموا الوزير وعمل هاشتاجات مدفوعة. تخيل. قلت لكم المخطط شغال على ما يرام، وبدأوا خالد الغندور من بعد مباراة وادي دجلة ومعاه طارق يحيى والكابتن فاروق جعفر. وفاروق جعفر قلت لكم بدأوه، قلت لكم بدأوه ما صدقتوش كلامي. قلت لكم بدأوه ما صدقتوش كلامي. اهو شايفين الهاشتاجات شغالة ازاي.